للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، وزعتم بالتعاون مع منظمة أم القرى قنان الماء الصافي على العائلات البصرية، لو تحدثنا أكثر عن هذا النشاط الذي قمتم به في البصرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله وجزاكم الله خيرا على إتاحة لنا هذه الفرصة. أخي، بعد الأحداث التي جرت في محافظة البصرة العزيزة، المشاكل التي تعاني منها ومن ضمنها شحة المياه الصالحة للشرب، ومما لا يخفى على كل متابع أن هناك عجزا حكوميا واضحا ومتعمدا حكومة بغداد والحكومة المحلية للبصرة إيجاد حلول مناسبة وسريعة لهذه المشاكل. جاءت مبادرة هيئة علماء المسلمين وبالتعاون مع منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية لإيصال الماء الصالح للشرب، فقد تم توزيع حوالي 8000 حزمة ماء، أي ما يعادل 100000 قنينة ماء أو عبوة ماء، بحوالي أكثر من 10 أحياء من مدينة البصرة العزيزة، منها البصرة القديمة ومدينة أم النعاج ومنطقة باب سلمان ومنطقة الجمعيات ومناطق أخرى. هذه المناطق حقيقة كانت بأمس الحاجة للماء الصالح للشرب، وخاصة للأطفال ولكبار السن في هذا الصيف اللاهب. هذه الحاجة للماء الشرب يعني أدت إلى هذه العائلات البصرية أن تقدم شكرها وتقديرها لهذه المبادرة الطيبة من هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية. وإن دل على شيء فإنما يدل على أن هيئة علماء المسلمين قريبة من معاناة الشعب العراقي، يعني الذي يعني وحدته هذه المحن وهذه الشدائد رغم محاولات الأحزاب السياسية الشرقية والغربية منها المتاجرة بمعاناة الشعب. ولهذا جاءت هذه المبادرة تحت شعار من بغداد الوفاء إلى البصرة الفيحاء. طيب، يعني أنتم اعتدتم أن تقدموا المساعدات للنازحين وفي مخيمات النزوح، واعتدتم العمل مع السلطات في تلك الأماكن، هل واجهتم أي معرقلات، خصوصا أن هذه الحملة هي الأولى إلى الجنوب العراقي وتحديدا البصرة؟ والله أخي، إحنا في كل الحملات الإغاثية التي نقوم بها يعني السلطات لا نتعامل معها لأنها تعيق هذه الحملات. نحاول قدر الامكان الابتعاد عن يعني الاحتكاك او الابتعاد عن السلطات. يعني نلتقي بالاهالي وبالمنظمات الاغاثيه وباداره المخيمات. حقيقه من المعوقات انه الوضع الامني الموجود في البصره وقطع الطرق والملاحقه الامنيه الموجوده، وكذلك يعني قله المعامل التي تنتج هذه القناني الماء بسبب اغلاق يعني معظم المعامل من قبل الحكومه المحليه. هذه كانت العوائق الموجوده، ورغم هذه الصعوبات فقد استطعنا بعون الله وبالتعاون مع فرع الهيئه البصره ان ايصال هذه يعني قناني الماء الى الاحياء التي تعاني من شحه في هذه المياه. واستطعنا خلال 4 أيام حقيقة 4 أيام متواصلة نحن نوزع هذه قنان الماء على الأحياء الموجودة في البصرة. عنوان الحملة كان من بغداد الوفاء إلى البصرة الفيحاء، ماذا أردتم من هذا العنوان الذي وضعتموه لحملتكم؟ أردنا من هذا العنوان أن العراق شعب واحد وجسد واحد، فهو يعني يفرح نفرح لفرح شعبنا ونحزن لحزن شعبنا ونتألم لمعاناة شعبنا، وهذا جزء بسيط نقدمه إلى أبناء شعبنا في البصرة أننا معكم ومع تواجدكم هذه ضد الظلم، ويعني نتكاتف معكم ونتعاطف معكم، وإن شاء الله هذا أقل شيء نقدمه لكم
بودنا أن نشارككم هذه الثورة ضد الظلم وضد الأحزاب السياسية. أخيرا، يعني هل ستكون هذه الجولة هي الوحيدة في البصرة أم أن لكم جولات أخرى في المحافظة؟ نعم، هل ستكون هذه الجولة أو هذه الحملة الإغاثية التي قدمتموها في محافظة البصرة هي الوحيدة أم أن جولات أخرى ستعقب هذه الجولة؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون الوحيدة، وهناك منظمات ومؤسسات إغاثية في بغداد تتأهب للذهاب إلى البصرة، لكن كما تعلمون المعوقات الأمنية حالت دون وصولها. لما استطعنا الوصول والتوزيع أعطينا إشارة لباقي المنظمات والهيئات أنه الأمر ميسر وممكن أن تصل هناك وتوزع الماء. هذه ليست الأخيرة إن شاء الله. نعم، مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.